صوما مقبولا وإفطارا شهيا دوما نتمناه لكم. حلقة جديدة من برنامج اربح مع زين للتجميل لليوم في مدينة جنين. ما تنسوا عنوان زين للتجميل جنين دوار البطيخة مجمع فلسطين التجاري الطابق الثالث. ما تنسوا طبعا الخدمات الطبية بإشراف طبي وطبعا علاجات مضمونة وكذلك أيضا نتائج عليها الكفالة. دائما مع زين للتجميل كونوا جميلين. ما تنسوا الحمل الأضخم يوميا معنا جوائز بقيمة 2500 شيكل كوبونات وقسائم مقدمة. وما تنسوا لكل حدا بزور زين للتجميل يوميا في سحب على باكج زين لرعاية الشعر بقيمة 800 شيكل وسحب أسبوعي على ليرة ذهب إنجليزية. إحنا مشوارنا ينطلق وإياكم راح نكون في كل المدن وفي كل المناطق. أسئلة خفيفة سهلة سريعة ودوما وإياكم مع برنامج اربح مع زين للتجميل. مكملين وإياكم إلى أولى المتسابقات. كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير يا رب. الله يسلمك. كيف أجواء رمضان في جنين؟ والله الحمد لله ما شاء الله هيها ماشية. طيب جاهزي معنا؟ جاهز. إحنا اليوم مع زين للتجميل في مدينة جنين، يعني كوبونك وبتروحي على زين للتجميل وبتستفيدي من قسيمة ربح بقيمة 500 شيكل. إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. مش أختي ولا أخويا ولكن ابن أمي وأبويا. مش أختي ولا أخوي. أنا إيه؟ أنا متأكدة؟ أنا. طيب هاي قسيمة الشراء من زين لتجميل. كل عام وانت بألف خير. الله يعطيك العافية يما. طيب إلى متسابقة أخرى. ما زلنا في مدينة جنين وأجواء رائعة متواصلين وإياكم. كملين وإياكم مع زين للتجميل وإحنا في مدينة جنين. ما تنسوا زين للتجميل دوار البطيخة مجمع فلسطين التجاري الطابق الثالث قسائم بقيمة 500 شيكل يوميا. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. أمي أمي جود. تحياتي أمي جود. كيف أجواء رمضان في مدينة جنين؟ الحمد لله منيح إن شاء الله أنه بتحسن أحسن من هيك إن شاء الله. سؤال وجواب إن شاء الله في هذه اللحظات. السؤال اللي بدنا نسأله، ما هو العنصر الرئيسي لجهاز التنفس لكافة الكائنات الحية؟ الرئتين. طيب الأسماك بماذا تتنفس؟ الخياشيم. والسؤال الثالث عشان تربحي معنا الكوبون، تمام، حلوة وغندورة وبتلبس 100 تنورة، مين هي؟ مش عارف الصراحة. حلوة وغندورة وبتلبس 100 تنورة. البطيخة. بطيخة لا، تنورة واحدة بطيخة. مش عارفة. حلوة وغندورة وبتلبس 100 تنورة. مجود بدي أسهل لك إياها، موجودة على السفرة الرمضانية، موجودة بالسوق، وها منفتحها ورقة 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 ومنسلقهن. الرزنامة. ومنسلقهن. حلوة وغندورة وبتلبس 100 تنورة. اجاوبك ملفوف. ايش ملفوف؟ وهاي كوبونك من زين للتجميل. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف تعالي خير. تعالي تعالي. كل عام وانت بألف خير. انت بخير. صحة. كيف اجواء رمضان معي؟ الحمد لله بخير. تمام 100%. الحمد لله تمام. طيب بدنا نسألك سؤال مع زين للتجميل. ما تنسوا خدمات تجميلية وطبية بإشراف طبي. برنامجنا دائما سيكون وإياكم في طباس ونابلس وجنين وطول كرم في كل مدينة يوميا معنا 2500 شيكل قسائم ربح وإيانا. السؤال اللي بدي أسألك إياه أم إيش؟ أم خالد. حياك الله يا أم خالد. حياك الله. خليك معنا وركز لي شوي. السؤال، ماذا يطلق على أول الليل؟ أول الليل الغسق. يا عيني عليك. السؤال الثاني، من أول من صار على قدمي؟ أول ما حدا مشي على رجلين. بعطيك خيارات، الإنسان، الفيل، الديناصور. الإنسان أكيد. لا كلهم بدهم يغلطوا. إيش؟ الديناصور. الفيل. الفيل. الفيل ولا الديناصور؟ الديناصور. متأكدة؟ جواب نهائي؟ جواب نهائي. مين أول واحد مشى؟ الديناصور. والله.
كل عام وانت بألف خير وأجواء رمضانية سعيدة. يعطيك العافية. مكملين معكم في برنامج مسابقاتنا، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. كيف أجواء رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين. وإيش؟ أبو محمد. كيفك يا أبو محمد؟ الحمد لله من الله بخير. إن شاء الله بتربح عشان تعطي محمد الجائزة. إن شاء الله. لأنه هاي جائزة للسيدات، تمام؟ حياك الله. طبعا احنا مع زين للتجميل، ما تنسوا في جنين، دوار البطيخة، مجمع فلسطين التجاري الطابق الثالث. علاج بإشراف طبي وعلاجات مضمونة وكذلك أيضا نتائج مكفولة. ما تنسوا كذلك أيضا متابعينا ومشاهدينا الأعزاء، هنالك العديد من الجوائز، كل حلقة 2500 شيكل قسائم. بدي أسألك سؤال، من هو الأدرد؟ من هو الأدرد؟ الأدرد؟ الأدرد. الأدرد ما بعرف شو. من هو الأدرد؟ تعال يا باشا. كل عام بخير. كيف أجواء رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. من هو الأدرد؟ سمعتني بسأله، من هو الأدرد؟ والله ما بعرف. باشا من هو الأدرد؟ مش عارف والله. يا أبوي من هو الأدرد؟ والله ما بعرف. إحنا لسه الذي إيش؟ اللي فيه جزء من إجره أطول من الجزء الثاني. لا طيب تعالي، طيب تعالي 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 سؤال ثاني. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ماش أمي محمد. طيب يا أمي محمد، بدي أسألك سؤال ثاني، سألناهم من هو الأدرد ما عرفوهوش. بدي أسألك السؤال، سؤالين سهلات أخذناهم في المدرسة وأخذناهم في الجامعة وروحنا. السؤال بحكي لك، متى وقعت الحرب العالمية الأولى؟ الحرب العالمية الأولى 1900 وقديش؟ سؤال ناسي. جاوب هي، خلي جاوبه ناس. زوجك ابو محمد. 1917 هاي الحرب العالمية ايش الاولى؟ هي خلصت بال 17. وين تبلشت؟ 14. يا عيني عليك. طب الحرب العالمية الثانية؟ 1947. وهاي جائزتك يا ابو محمد من ابو محمد، كل عام وانت بألف خير. وانت بخير. جاي علي بكل يسألني من هو الأدرد؟ والله ما بعرف، بخيش على زمانه. طب من هو الأدرد؟ شو بيشتغل الأدرد؟ شاعر. لا يا زلمة والله جد بتعرف مين هو؟ لا والله الأدرد ما مرش علي. من هو الأدرد؟ أنا بعرف إيش أردن، مش فلسطين، من الأردن. من الأردن؟ طب بدي أسألك سؤال، منطقة أردنية تمام؟ تقع على الحدود مع فلسطين، شو هي؟ مع فلسطين الأردن. تقع مع فلسطين منطقة أردنية معان. الشوني. الأخبار. الأخبار الشوني. طيب بدي أسألك السؤال الثاني، جاهزة معي؟ إن شاء الله. إن شاء الله ربحها. السؤال معنا مثل حاليا، كملوا يم الخلاخل. كملوا يم الخلاخل. يم الخلاخل خلخلي يعني، مش عارف. يلا كملي. مش عارف. كملي يم الخلاخل. ثلاث. كمل لي المثل يم الخلاخل. باشا كل عام بخير. انت بألف خير. المثل يم الخلاخل. بعرفش والله. يم ما دخلناش. كل عام وانتم بألف خير، مكملين وياكم مع زين للتجميل لليوم في مدينة جنين. ما تنسوا زين للتجميل يوميا قسائم بقيمة 2500 شيكل وسحب يومي على باكج زين لرعاية الشعر بقيمة 800 شيكل وسحب اسبوعي على ليرة ذهب انجليزية بالتأكيد. احنا مكملين وياكم، كل عام وانتم بألف خير. وانت بخير الله يسعدك. كيف أجواء رمضان؟ الحمد لله. طيب جاهزين معنا؟ جاهزين. سؤالين سهلة، السؤال بحكي لك مثل بدك تكمل لي اياه، يم الخلاخل. كمل يم الخلاخل. يم الخلاخل. بالمثل لا. شو لا؟ والاول سؤال. الاول يا ابو زيد غزيت. شو؟ يم الخلاخل. والله جاوب عنه. البلد داخل. ايش؟ البلد داخل.
يم الخلاخل من البلد داخل. طيب هاي السؤال الأول جاوبته. الطبلقة شو هي؟ الطبلقة يلا عشان تربح كوبونة. طبلقة يعني الطبقة قصدي. ما هي الطبلقة؟ يما كل عام تب خير. خير والصحة والسلامة. كيف أجواء رمضان؟ الحمد لله. ما هي الطبلقة؟ لا والله ما بعرفها. الطبلقة. طبلقة. ما هي الطبلقة؟ كل عام تب خير. الحين. يسعدها. بقي هذا أسنان تشاتي. إيش؟ أسنان تشاتي أسنان. لا. خلينا نفوت هون على المحل. كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم. كيف أجواء رمضان؟ حياك الله هلا. طيب. ما هي الطبلقة؟ الطبلقة تقول الإنسان أطال الله في عمرك. يا عيني عليك يا عيني عليك. طب السؤال الثاني ما هو له ما هو له كل واحد بيغلط بالثاني. السؤال الثاني وين راح تصوره صوره زيده. طيب السؤال الثاني ما هي أفضل طريقة لسحب بساط سجادة من تحت فيل؟ من تحت فيل ولا شو بدك تطخ الفيل وتقتله وتقصقصه؟ شو افضل طريقه سحب فيل؟ تقدم له بطيخ. احنا مش الفيل اللي بدنا نسحب، بدنا نسحب السجاده. طيب بدك تقيم الفيل من تحت السجاده؟ بدك تقيم السجاده من تحت الفيل. صعبه. كيف خيرات؟ لا والله سمعناته شو معرفني. كل عام تب خير. احنا مكملين واياكم بس جاوب بالتاكيد في اجواء مدينه جنين وبالتاكيد في برنامجنا في هذه اللحظات. كملين وإياكم في مدينة جنين مع زين للتجميل جنين دوار البطيخة. كل عام وانتم بخير. بخير. ايش مخلف؟ كيف أجواء رمضان يا مخلف؟ ما شاء الله الحمد لله. في جنين الحمد لله. جاهزة معنا؟ سؤال سهل سهل جدا. شقيقان لا يلتقيان إلا دقيقة واحدة. عقارب الساعة. والله أسرع واحدة جاوبت معي. طب السؤال الثاني على أساس أنه هيك نأخذ لنا بزيادة دقيقة. فلسطين بأي قارة؟ آسيا. طب والقارة الجنوبية شو منسميها؟ والله ما بعرف. هاي جائزتك مقدمة من زين للتجميل وكل عام وانت بألف خير. بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم في مدينة جنين. ما تنسوا زين للتجميل جنين دوار البطيخة مجمع فلسطين التجاري الطابق الثالث. يوميا راح يكون في 2500 شيكل قسائم للربح. كل عام وانتم بألف خير وأكيد أجمل الأوقات بنتمناها لكم متابعينا الأعزاء. في سحب يومي على باكج زين لرعاية الشعر بقيمة 800 شيكل وفي عندنا سحب أسبوعي على ليرة ذهب بالتأكيد من خلال زين للتجميل. هذه جنين الجميلة بأهلها بناسها دائما حياكم الله.